بسم الله الرحمن الرحيم، مرحبا بكم أعزائي التلاميذ في حصة جديدة من مادة الرياضيات وحصة ثانية لدرس النسبة المئوية 2. إذن في حصة اليوم سنقوم بتصحيح بعض الأنشطة المقترحة في الكتاب المدرسي. على بركة الله نبدأ. النشاط 1 صفحة 112. يمنح متجر تخفيضا قدره 15% في أثمنة الملابس. إن العبارة تخفيض 15% تعني أن كل 100 درهم تخضع لتخفيض قدره 15 درهم، وهكذا عوض أداء 100 درهم تؤدي 85 درهم. إذا كنا في الحصة السابقة شرحنا أن تخفيض 15% تعني أن كل 100 درهم تخضع لتخفيض قدره 15 درهم، يعني في البضاعة التي تشتريها كل 100 درهم في الثمن الذي ستدفعه سيخفض لك البائع عن 15 درهم. يعني مثلا إذا كان بضاعة ثمنها 100 درهم ستؤدي فقط 85 درهم، أي سيخفض لك 15 درهم. بالتالي إذا كانت 200 درهم سيخفض لك 30 درهم، وهكذا. إذا في المكتبة تم تعليق اللافتة الآتية: تخفيض 15% بالنسبة للتلاميذ والطلبة. ألاحظ الجدول وأكمل. إذا لدينا هنا الثمن العادي منجد 60 درهم، الأعلام 25 درهم، كتاب العلوم 35 درهم. لكي نبحث عن الثمن للتلاميذ والطلبة، إذن سنحسب أولا 15% للعدد 60، يعني مبلغ التخفيض. إذن أولا نجد مبلغ التخفيض كيف؟ 60 في 15 على 100، إذن 15% للعدد 60 نجد أنها تساوي 9 دراهم، وبالتالي 60 ناقص 9، إذن نطرح مبلغ التخفيض من الثمن العادي نجد 51 درهما. إذن أن يؤدي التلاميذ والطلبة 60 درهم سيؤدون فقط 51 درهما. بالنسبة للأعلام نفس الشيء، إذا المبلغ العادي هو أو الثمن العادي هو 25 درهما. أولا نحسب 15% منها لكي نعرف مبلغ التخفيض أو قدر التخفيض. إذا 15% في 25 نجد 3.75. إذا 3.75 درهم هو قدر التخفيض أو مبلغ التخفيض. إذا لكي نجد الثمن بعد التخفيض أو الثمن الذي سيؤديه التلاميذ والطلبة، إذا 25 درهم سنطرح منها 3.75 درهم تساوي 21.25 درهم، وبالتالي عوض أن يؤدي التلاميذ والطلبة 25 درهم سيؤدون فقط 21.25 درهم. كتاب العلوم أيضا ثمنه الأساسي 35 درهم. إذن أولا نحسب مبلغ التخفيض، أي نحسب 15% منه، أي 15 على 100، نجد 5.25 درهم. ولكي نعرف الثمن بعد التخفيض، الثمن الأساسي 35 نطرح منه قدر التخفيض، إذن نطرح منه 5.25، نجد 29.75 درهم. إذن وعوض أن يؤدي التلاميذ والطلبة 35 درهم سيؤدون فقط 29.75 درهم. إذن كما نلاحظ أن مبلغ التخفيض طبعا سيتغير من بضاعة إلى أخرى. إذن 15% ل60 تساوي 9 دراهم، أما 15% ل25 3.75 درهم، 15% ل35 5.25 درهم. إذا هكذا نحسب أعزائي التلاميذ مبلغ التخفيض والثمن بعد التخفيض. إذا قدر التخفيض أو مبلغ التخفيض باستعمال النسبة المئوية
ثم نطرح المبلغ الأساسي، نطرح منه قدر التخفيض، نجد الثمن بعد التخفيض، أي الثمن الذي سندفعه بعد التخفيض. وننتقل إلى النشاط الثاني. فتح أبو أحمد حسابا بنكيا بتاريخ 1 يناير 2003 وأودع فيه مبلغا ماليا قدره 10,000 درهم. وجد أبو أحمد بتاريخ 1 يناير 2004 أن المبلغ المسجل في حسابه أصبح 10,500 درهم. أحسب المدة الزمنية التي استغرقها المبلغ المالي في البنك. بكم زاد المبلغ المالي المودع خلال هذه المدة؟ أفسر معنى هذه الزيادة. أحسب النسبة المئوية التي تمثلها هذه الزيادة بالنسبة للمبلغ المودع. إذن أولا نحسب المدة الزمنية التي استغرقها المبلغ المالي في البنك. إذن نجد أنه فتح أحمد حسابا بنكيا بتاريخ 1 يناير 2003، إذن وأودع هذا المبلغ في 1 يناير 2003. إذن وجد أحمد بتاريخ 1 يناير 2004 أن المبلغ أصبح 10,500 درهم. إذن المدة هي سنة واحدة، من 1 يناير 2003 إلى 1 يناير 2004. إذن المدة التي استغرقها المبلغ المالي هي سنة واحدة. أحسب المدة الزمنية التي السؤال الذي بعده، بكم زاد المبلغ المالي المودع خلال هذه المدة؟ إذن كان المبلغ في الأول 10,000 درهم، وبعد مضي سنة أصبح 10,500 درهم. إذن يمكن أن نقول أن مبلغ الزيادة أو زاد ب 500 درهم، زاد ب 500 درهم. أفسر معنى هذه الزيادة. إذن كان في الأول مبلغ 10,000 درهم، أصبح 10,500 درهم. إذن هذه الزيادة تفسر بالفائدة السنوية. إذن الفائدة السنوية أي المبلغ الذي سيمنحه البنك أو سيضيفه البنك على 10,000 درهم. إذن تفسر هذه الزيادة بالفائدة السنوية. إذن كما قلنا بأن 10,000 درهم يسمى ماذا؟ يسمى الرأس مال، وهو المبلغ المودع في البنك. إذن الفائدة السنوية هو المبلغ الذي يضيفه البنك للرأس مال. أحسب النسبة المئوية التي تمثل هذه الزيادة بالنسبة للمبلغ المودع. إذن وأيضا النسبة المئوية التي تمثلها الزيادة هي ماذا؟ إذن بكم زاد يعني 500 درهم التي أضيفت إلى المبلغ؟ إذن هي كم يعني ما نسبتها المئوية من رأس المال، من 10,000 درهم؟ إذن هذه النسبة أيضا تمثل السعر، يمكن أن نقول أنها هي أيضا السعر. إذن لنحسب هذه النسبة المئوية نطبق القاعدة السعر، أو لكي نحسب هذه النسبة المئوية، إذن 500 التي هي الفائدة السنوية الزيادة قسمة 10,000 أو على 10,000 في 100، إذن 500 على 10,000 في 100. وأيضا السعر يساوي الفائدة السنوية في 100 قسمة الرأس مال، سنجد 5%. إذن هذه النسبة المئوية هي 5%. وننتقل إلى النشاط الموالي. أودعت السيدة عائشة مبلغا ماليا قدره 13,000 درهم لمدة سنة كاملة في أحد الأبناك. إذا علمت أن كل 100 درهم تزيد ب4.5 درهم، احسب المبلغ الذي ستستفيد منه السيدة عائشة. إذن 13,000 درهم هو الرأس مال، هو المبلغ المودع في البنك. إذا علمت أن كل 100 درهم تزيد ب4.5 دراهم، تعني أن النسبة المئوية للزيادة أو السعر هو 4.5%. إذن الزيادة أو النسبة المئوية للزيادة أو
السعر هو 4.5%. احسب المبلغ الذي تستفيد منه السيدة عائشة، يعني أي نحسب الفائدة السنوية، لأنه يمكن أن نطبق القاعدة، لأن الفائدة السنوية تساوي الرأس مال في السعر قسمة 100، أو نحسب 4.5% للعدد 13,000، أي 13,000 في 4.5 قسمة 100 أو على 100. لن نجد 585 درهم. إذا السيدة عائشة ستستفيد أو سيضيف لها البنك 585 درهم على رأس مال أو المبلغ الذي وضعته في البنك. ننتقل إلى النشاط الموالي. في إحدى المدن التي كان مجموع سكانها يصل إلى 1,800,000 نسمة، انخفض عدد السكان بمقدار 7%. احسب العدد الجديد لسكان المدينة. اذا هنا اولا سنحسب النسبة المئوية التي تمثلها 7% لمليون وثمانمائة الف. اذا لكي نعرف بكم انخفض عدد السكان، أو العدد الذي انخفض به عدد السكان. بعد ذلك سنحسب العدد الجديد للسكان. إذا لكي نحسب 7% للعدد 1,800,000، نضرب 1,800,000 في 7 قسمة 100. إذن 1,800,000 في 7 على 100، سنحصل على 126,000. إذن 126,000 هو عدد الذي انخفض به عدد السكان. إذن بكم انخفض عدد السكان؟ إذن لكي نحسب العدد الجديد، العدد الأساسي، نطرح منه 126,000، أي 1,800,000 نسمة الذي هو عدد السكان، نطرح منه 126,000. إذن العدد الذي انخفض به عدد السكان، نجد 1,674,000 نسمة. إذن هو العدد الجديد للسكان. إذن عوض 1,800,000 أصبح فقط 1,674,000. أنتقل إلى النشاط الموالي. وضعت سعاد مبلغا ماليا قدره 750,000 درهم في أحد الأبناك، وبعد مضي سنة استردت من البنك مبلغ 783,000 درهم. أحسب سعر الفائدة التي وضع به هذا الرأس مال. إذن سنحسب السعر، ولكن قبل حساب السعر أولا نبحث عن الفائدة السنوية. إذن 750,000 درهم هو الرأس مال، المبلغ الموضع في البنك، بعد مضي سنة أصبح 783,000. إذن هنا الرأس مال والفائدة السنوية. إذن هنا إذا 783,000 درهم المبلغ الذي حصلت عليه بعد سنة، فيه رأس مال المبلغ الذي وضعته، وفيه الزيادة أي الفائدة السنوية. إذن لكي نحسب أولا الفائدة السنوية، نطرح 783,000، نطرح منها 750,000، نجد أن الفائدة السنوية هي 33,000 درهم. إذن هذه هي الفائدة السنوية. لكي نحسب السعر نطبق القاعدة، الفائدة السنوية في 100 قسمة الرأس مال، 33,000 في 100 قسمة 750,000 رأس مال يساوي 4.4%. إذن السعر هو 4.4%. هكذا أعزائي التلاميذ نكون قد أنهينا حصة اليوم، وإلى اللقاء في الحصة القادمة إن شاء الله.